الحياتية والبداية بإعلان المدير العام أو الأمين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية الهاشمي الصاد عن فتح أبواب الترشيحات لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الثانية، وستكون التسجيلات عبر منصة رقمية إلى غاية الرابع من شهر أوت القادم. أما عملية تسليم الجوائز فستتم شهر جانفي بولاية تمنراست. المنصة الرقمية بدأت من افتتاح تعليم المنصة الرقمية بدأت من يوم 27 ماي لصادف الذكرى 26 للمحافظة تأسيس المحافظة السامية للأمازيغية إلى غاية 4 أوت من سنة 2021، أي على مدار 70 يوم. دورة ثانية هذه عندها ميزة أنها يعني دورة بواسطة يعني الآلية هذه تاع المنصة الرقمية باش العمل يكون عن بعد، ورانا رايحين إلى تنظيم مراسم تسليم الجائزة إن شاء الله في شهر جانفيي في إطار الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، يكون في ولاية تمنراست، أي كل سنة يكون اختيار ولاية. من جهة أخرى، صرح الهاشمي عصاد الأمين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية أن عملية مرافقة أعمال الفائزين في الدورة الأولى من جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية ما زالت عملية جارية من أجل مرافقة المبدعين المتواجدين. الحمد لله أنا في صدد إعداد يعني إصدارات تاع المتوجين من حيث الأعمال الأدبية والأبحاث اللسانية وكذلك تطبيقات الرقمنة اللي توجدت في الدورة الأولى. هذا يعني هذا هو المجهود اللي تبذله المحافظة السامية للأمازيغية لمرافقة كل ما هو إبداع ذات جودة باللغة الأمازيغية في 4 محاور، لأن الجائزة تحمل 4 محاور. هذا وقال الأمين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية الهاشمي عصاد أن لجنة التحكيم لها كل الحرية في قرارتها بشأن حجب أو منح جميع الجوائز. والدورة الأولى حجبت جائزتين من 12 جائزة حجبت اثنين، ونظن هذه من صلاحيات لجنة التحكيم، ونحن نحترم لأنها لجنة مستقلة، ونظن هذا هو المعيار وهذا هو العمل الجاد، الاختيار المعيار، وأكثر من هذا هذه الآلية اللي هي آلية تقييمية وهي جائزة حاضنة امتياز لباش نبرزوا أرقى الأعمال.